برنامج الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية. أنت على شاشة الاختبار، حتى يتسنى لك بدء الاختبار يرجى إدخال الرقم المدني، ومن ثم الضغط على زر استرجاع البيانات. سيظهر لك الاسم الشخصي بالإضافة إلى اسم الاختبار، لذا يرجى التأكد من الاسم الشخصي واسم الاختبار، بمعنى الوظيفة المرشح لها هي موجه فني لمرحلة الثانوية لمادة التاريخ، فبعد التأكد من البيانات يرجى الضغط على زر دخول. الآن تم الدخول على شاشة الاختبار، يرجى التأكد مرة أخرى من اسم الاختبار والاسم الشخصي، كما يرجى التأكد من الوقت الممنوح لك، فبعد التأكد من البيانات يرجى الضغط على زر ابدأ الاختبار. الآن بدأ الاختبار، حيث نشاهد بدء العد التنازلي للوقت، كما أنه يتم عرض عدد الأجوبة التي قام المختبر باختيارها والعدد الكلي للأسئلة. عند الضغط على إحدى مربعات الأسئلة سوف يظهر لك نص السؤال بالإضافة إلى الاختيارات، وعند اختيار الإجابة يتغير لون المربع إلى اللون البرتقالي. يمكن الضغط على زر التالي للانتقال إلى السؤال التالي أو الاختيار عشوائيا من مربعات الأسئلة، وفي حال وجود صورة في السؤال سيتم عرضها على يسار الشاشة، كما يمكن الضغط على زر اضغط للتكبير لتظهر الصورة بحجم أكبر ليتسنى لك النظر إليها بشكل أوضح، وبعد الانتهاء من الصورة يتم الضغط على زر رجوع ومن ثم اختيار الإجابة. وبعد استكمال حل الأسئلة يرجى الضغط على زر انهاء الاختبار، علما بأنه ستظهر لك رسالة تفيد بإنهاء الاختبار، ويكون للمختبر خيارين، ففي حال الضغط على زر لا سيقوم البرنامج بإرجاع المختبر إلى شاشة الأسئلة، وأما في حال اختيار زر نعم سيقوم البرنامج بإظهار رسالة أخرى للتأكد من رغبة المختبر في الإنهاء الفعلي للاختبار. أما في حال انقضاء الوقت الزمني الممنوح للمختبر سيقوم البرنامج بإنهاء الاختبار آليا.